انطلقت أمس التصفيات الأولية لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم التي تأتي برعاية ملكية سامية من لدن جلالة الملك المفدى أيده الله، وبتنظيم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بمشاركة 3370 متسابقا ومتسابقة. 24 نسخة مغلفة بالذكر الحكيم، تحفها طمأنينة الإيمان وتلفها رياحين الجنان، لا زالت تتواصل على هذه الأرض التي دأب قادتها على رعايتها منذ عام 1996، ويشارك فيها حفظة لا يبتغون سوى بشائر الأجر والرحمات. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. تصفيات أولية تستمر طيلة العام، يشارك الآلاف من الجنسين فيها، ليتأهل 650 متسابقا للمرحلة الثانية. هذه المسابقة كل سنة تطور، إلى هذه السنة يعني نشوف فيها الإقبال جدا يعني قوي، والمسابقين متسابقين يعني فرقية بسيطة بالنسبة حق علاماتهم، ويعني إن شاء الله الله يوفقهم، وما شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع يعني حق هذه القرآن الكريم. بل إحنا نقول بس الكل فايز يعني، وليس الناس فايزين، لكن كل إنسان يعني تقدم حق القرآن الكريم هو فايز. مسابقة تهدف بشكل مباشر إلى تبني نوعية متميزة من الحفظة ليكونوا دعاة خير وعامل بناء في مجتمعهم وأمتهم. أنا شاركت السنة الماضية لكن لم يحالفني الحظ للتصفيات النهائية، ونحاول إن شاء الله هالسنة نجتاز التصفيات الأولية ونوصل للتصفيات النهائية على وعسى إن شاء الله. حافظ القرآن لازم يكون عنده ورد يومي، يعتمد حسب أشغاله هاي، بس لازم يخلي ورد يومي ما يفوته، لأنه القرآن سريع التفلت، فإذا تركته بسرعة يتفلت من عندك، فالواحد يحاول قدر الإمكان يحط على الأقل جزء كما أوصون يعني مشايخنا اللي خرج من عندهم. في كل سنة أشترك في هذه المسابقة المباركة، وإن شاء الله رب العالمين وفقني هذه السنة وأطلع من المراكز الأولى إن شاء الله. السبب الرئيسي كان مشاركتي في مسابقة البحرين الكبرى، هو أن يكون دافع لي وباب تثبيت الحفظ، وإن إن شاء الله إذا أخذت المركز الأول يكون كإنجاز لي. جائزة شهدت تطورا ملحوظا، إذ تضم 6 مسابقات لجميع فئات المجتمع من جميع الأعمار.